بسم الله نسأله التوفيق والقبول وأن يصلي ويسلم على سيدنا الرسول وعلى آله وصحبه القادة العدول وعلى من سار على دربهم واتبع منوالهم وعلينا معهم وفيهم إنه سميع مجيب. لازلنا مع هذه الصفات التي يستظل أصحابها في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، أخبرنا بها من لا ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق، الحبيب المحبوب، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعلمنا عن صفات كثيرة توجب الاستظلال بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ونبهنا أكثر على 7 صفات جاء ذكرها في الصحيحين في الحديث المشهور: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من تلك الصفات المشرفة المعظمة المكرمة التي يستظل أصحابها بظل عرش الرحمن ما أشار إليه المصطفى بقوله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي لفظ: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. القلب فرق بين من يقعد في المسجد وقلبه ليس في المسجد، وبين من يكون قلبه معلق بالمسجد، فإذا اجتمع له الأمران حاز الشرفين ونال الفخرين. المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه، من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره، وحق على المزور أن يكرم زائره، هكذا أخرجه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، اشهدوا له بالإيمان. نأخذ في كل حلقة أحد عباد الله الصالحين الذين ظهرت عليهم هذه الصفات العظيمة الكريمة الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ونموذجنا في هذه الحلقة عند صفة القوم المعلقة قلوبهم بالمساجد هو الإمام أبو عبد الرحمن السلمي، اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبوه من الصحابة وهو تابعي رضي الله عنه وأرضاه، قرأ القرآن الكريم من صغره، تعلق بالقرآن العظيم منذ نشأته، حتى كان يعرض القرآن الكريم على عثمان بن عفان ويقرأ عليه القرآن، حتى ولي عثمان خلافة المسلمين فصار عثمان بن عفان أمير المؤمنين، فيقال له عثمان: يا هذا إنك تشغلني عما أنا فيه، فاذهب إلى زيد بن ثابت فاعرض عليه القرآن فإني لا أخالفه من القرآن في شيء. قال: وكنت ألقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فأعرض عليه القرآن وأتدارس معه القرآن، فيقول لي: اقرأ على زيد بن ثابت فإني لا أخالفه من القرآن في شيء. قال: فالتزمت واعتكفت على زيد بن ثابت حتى أخذت عنه كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلمت عنه القرآن. أكرم به من شاب نشأ في عبادة الله وطاعة الله وتعلم القرآن على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتقل حين كبر إلى الكوفة فكان يعلم فيها العلم، أخذ عنه القراءات والقرآن وتعلم عنه كلام الله سبحانه وتعالى كثير من خلق الله جل وعلا، من أشهرهم وأظهرهم الإمام عاصم بن أبي النجود والإمام يحيى بن وثاب وعطاء بن السائب وغيرهم كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. كان قلبه معلق بالمسجد، كان يقرئ الناس في المسجد الأعظم بالكوفة، يمكث لإقرائهم وتعليمهم كتاب الله سبحانه وتعالى 40 سنة، 40 سنة وهو كل يوم يعتكف في المسجد، لا يفارق المسجد، يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. كان يقعد في المسجد من الصباح إلى المساء لا يتململ ولا يتحرك ولا يخرج ولا يتعب ولا يفطر، معتكفا لله، محتسبا، معلما للقرآن، مصليا، داعيا، ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فكان الناس يستغربون من شدة ملازمته للمسجد وبقائه في المسجد، فكان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد وهو الذي أجلسني في هذا المجلس رضي الله عنه وأرضاه. عن ثميم بن سلمة قال: كان أبو عبد الرحمن السلمي
يحمل إلى المسجد في اليوم المطير. إذا كانت الدنيا أمطار والأرض يصعب المشي عليها يؤتى إليه فيحمل رضي الله عنه وأرضاه حتى يصلي في المسجد وهو إمامهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. كان قد أصيب بالعمى في فترة من فترات عمره واستمر معه العمى إلى آخره، ولم يمنعه ذلك عن مداومة الاعتكاف في المسجد وعن الحرص على صلاة الجماعة، حتى كان يستغل وقته عند الذهاب إلى المسجد والرجوع من المسجد. فيحكي عنه عطاء بن السائب قال: كنت أعرض القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يمشي في الطريق وهو يقرأني القرآن. قالوا: وكان يعلمنا القرآن خمس آيات كل يوم، يقرأنا خمس آيات. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنا نقرأ القرآن مع أقوام يقرؤون القرآن 10 آيات 10 آيات، فإذا قرأوا 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، فإن حققوا العمل بها قرأوا 10 آيات الأخرى، وإنه سيرث هذا القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد من ها هنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يغوصون من سر القرآن على نصيب. يا حملة القرآن، يا طلاب العلم، إن لهذا العلم نور، إن له خشية، إن له سكينة، إن له روحانية، يجب أن نطلبها وأن نأخذها من محلها وموضعها، وهو إدامة قرع باب الله الكريم بالاستقامة على طاعته، طلب مرضاته، والتعظيم شعائره، والاعتكاف بين يديه متذللين آناء الليل وأطراف النهار، علّه أن يقبلنا وأن يسعدنا سبحانه وتعالى. رسالة أخرى إلى من يتعذر بكثير من الأعذار عن الحضور إلى المسجد والاعتكاف فيها: ما هو عذرك بعد أن رأيت هذه النماذج الكريمة؟ لا تقبل عذرا في أن تتخلف عن الصلاة في المسجد والاعتكاف فيه والبقاء فيه، ألا فلنبادر إلى بيوت الله جل وعلا محبين معظمين. جمعنا الله وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله بفضله ورحمته، والحمد لله رب العالمين.